اهلا بيكم، رجعنا لكم من تاني. معانا فقره جديده، هي مش فقره قد ما هي ان انا حبيت يبقى في دايما معانا دردشه صحاب، يبقى معانا قعده صحاب. فمعايا النهارده صديقي العزيز، حابب ارحب بيه، استاذ احمد البدوي. اهلا بيك عامل حبيبي، ايه؟ اهلا بيك نورت حبيبي، الدنيا. انت منور الدنيا اخبارك حبيبي ايه؟ ومبروك البرنامج والتوفيق دايما يا رب. عاملين ايه في الدنيا؟ كويسين الحمد لله. انت كله مبسوط؟ تمام؟ انت ايه رايك في اللي بيحصل ده؟ انا رايي ان احنا كل مره بعد كده نخلص البرنامج ونطلع نقعد على القهوه، لا نعمل لا، ما قهوه تقولش، ما لنفسنا. تقولش القهوه، ما تقولهاش قدامي، اه صح ما تقولهاش قدامي. صح يعني انا بص، نسيت. احنا حالتنا بقت صعبه دلوقتي، فكلمه قهوه دلوقتي بقت ايه، الرجاله بتعمل كده يا عيني من قله القهوه القهوه. وايام القهوه وقعده القهوه. انت تقعد كده، انت متخيل فكره انك تبقى قاعد كده عايز قهوه، عايز شاي، عايز ينسون، عايز حاجه ساقعه، وانت بتشاور كده وتجيلك وانت قاعد مرحرح يا كده راجل ده ومرتاح. حتى الراجل اللي بيلمع الأحذية سوري يعني بيجي على القهوة يعني بص بص بص، كميه رفاهيه ان يا جماعه الناس مش واي فاي متخيله، فري الناس مش متخيله كميه الحاجات ان الرجاله مفتقداها من في الايام دي، في الحجر والحظر والكلام ده، من القهوه كميه رفاهيه ودلع. احنا بنضيع. انا اعرف واحد بيعمل طابور الصباح للعيال، في لاولاده الصبح في في البيت. البيت، جايب سماعات كده وميكروفون وبيعمل لهم طابور الصباح ده كل يوم، كده واذاعه ده كمان. مدرس ولا ايه؟ لا ده عنده كابت يا حبيبي، ما بص الظروف صعبه. طب شايف ان احنا الايام دي ممكن نقضيها ازاي؟ يعني نتعامل معاها ازاي؟ بص، هو احنا يعني ايه، مبدئيا محتاجين شوية فان كده اه ونضحك وننبسط، لان ما جميل. يبقاش يعني مش هيبقى من كله. اه وما نقعدش ننكد على العيال في واللي البيت جابوا العيال في البيت، يعني خلي الناس بالظبط. تنبسط شوية. اه جو مرح بقى. يعني صح احنا قلنا ان احنا الحاجات الضوابط اللي هي بتاعت الصحية والنظافة والكلام ده والكلام ده يعني كله زي تقصد زي اسبوع هنعمله. المصيف بس من غير مصيف، هنعمل مصيف داخلي صيف صيف، حد مالك صيفي بيه؟ شوية مية، شوية مية، بالظبط. واظبط القعدة. وبعدين برضو عيش اللحظة. يعني اه انت مثلا اتفق كل يوم ان يا جماعة هنعمل ساعتين قهوة، اه وساعتين نادي للولاد، تمام وساعتين للمدام مثلا، شوف هي بتحب تعمل ايه، تقعد مع صاحباتها ولا حاجة. الساعتين بتوع القهوة بتوعك انت عارف هتعمل ايه، الكرسي بتاعك يا باشا واللي تنده عليه يجي لك، عايز شاي عايز قهوة، في الساعتين دول انت تبقى تمام. الساعتين بتوع المدام بقى، تمام. انت بس كل اللي مطلوب منك انك تختفي. اه يعني شوف الدايره في اي حته، اقعد في الدولاب بقى، اقعد تحت السرير، المهم استخبى الفتره دي، ما هي مش عايزه تشوفنا بس. طيب شفت انت خلال الفترة اللي فاتت طبعا هاشتاجات كتير طالعة ظريفة من الشباب، اغلبها كان تريقة، اللي هو الناس اللي قامت تطبخ وقامت رجاله تضرب بتضيع. رجالة بتضيع. انت شايف ان احنا رايحين لفين؟ بص، احنا خلينا اول نتكلم شويه جد بقى. دي سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة انه والسلام. يساعد اهل بيته، فما فيش اي مشكله خالص في ده، والمفروض ده يكون ده اللي موجود، ده اللي موجود. ان احنا نساعد في البيت ونساعد كل حاجه، بس الموضوع ما يتطورش اه عشان هرموناتك ما تبصش. يعني خد بالك، بالظبط. يعني مش قاعده المطبخ ما توصلش للمحشي، يعني مش لدرجه المحشي يا جماعه، يعني مش لدرجه المحشي، عشان شفت فيديوهات وصور ناس قاعده بتلف محشي. الموضوع ده المهم خطر ان هو على، في الاخر هيطلع مش حلو، ولا هيطلع حلو ولا هو ايه؟ المشكله مش في انه يطلع حلو ولا وحش، اه المشكله ان احنا هنضيع. يعني احنا يعني هرموناتنا بتبوظ والعمليه بتبوظ خالص. وبعدين بعد شويه هتلاقي نفسك بقى ايه، قاعد في ان شاء الله بعد الامور دي ما تتحسن، هتلاقي نفسك قاعد في بتحن الشغل للمطبخ. بتشتغل اه فين ايام المحشي. اه وريحة اللحمة وهي بتستوي وريحة الفراخ وهي انت بتتشوي. كده قلقتني عليك، انت انا كده قلقت عليك، انت كده قلقت لا عليك. بص، طب هقول لك على حاجة. خلينا كده نتكلم في ان انت برضو راجل عندك رسالة وعندك هدف وكنت بتسعى في المسار ده. طيب فاكر ايام ما كنا بنتفرج مثلا على يوميات ونيس والحاجات اللي هي الجميلة اللي كانت بتزرع قيم وحاجات تربوية في الاولاد، شايف ان احنا ممكن نأهل نفسنا على الاقل ان احنا نعمل كده ازاي؟ احنا اولا عندنا فرصه كبيره ان احنا، لان تمام اليومين دول الدنيا في وقت اكتر مع الاسره في البيت، فاحنا محتاجين ننظم الوقت شويه، لان احنا لو سرحنا ورا حاله الأخبار اكتئاب السلبية. والحاله السلبيه والاخبار السلبيه الموجوده على السوشيال ميديا بالذات، الدنيا هتبقى اكتئاب للبيت كله.
فخلينا ننظم الوقت يعني ما نصحاش متاخر، حاول على قد ما نقدر نصحى بدري، واذا صحينا حتى متاخر يبقى بقيه اليوم نستفيد بيه. نقعد مع الاولاد بقى في افكار للعب وللهزار وللجد وللمعلومات حلوه، ونحكي لهم عن العيله وعن جده وجدته وتفاصيل كده عنهم وهم صغيرين، كنت بتعمل كذا كنت بتعمل كذا. الحاجات دي هتقرب شويه الناس من بعض. بالظبط، زي ما كلنا طبعا اغلب الاولاد عندنا خصوصا في السن بتاعنا ده اولادنا صغيرين، يعني اغلبنا عندنا البومات صور قديمه ممكن نطلعها ونتفرج عليهم. وفي العاب كمان ممكن في العاب كتير جدا موجوده على على اليوتيوب، العاب بسيطه تلعبها مع الاولاد، حاجات تنميه في البيت، مهارات او تنميه ذكاء، مهارات وذكاء وحاجات تزرع قيم حلوه برضو في الاولاد. واحنا بنلعب ومبسوطين ونتخلى عن دور الأب الشديد شوية أو الأم اللي لازم كل حاجة تعمل في وقتها. فرصة يمكن نطلع من الفترة دي بإيجابيات كتير جدا الوقت ما كانش بيسعفنا إن احنا نطلع بيها نتيجة ضغوط الشغل والحياة والتفاصيل الكتير دي. فإحنا نقدر نستفيد، نقدر نطلع بفرصة كبيرة جدا في الفترة دي إن احنا نخلي علاقتنا بأولادنا مرنة أكتر وقريبة أكتر. طيب لو عايزين يعني احنا مثلا نعتبرك مثلا سفير الازواج دلوقتي، تقدر توصل رساله عننا مثلا للزوجات ممكن تعمل ايه في خلال ان هي تعوض الفتره اللي احنا فعلا ما بننزلش فيها على القهوه؟ هو بس عايز اقول لهم حاجه، ان خروج الراجل او الزوج عموما بره البيت سواء للقهوه او للجيم او لاي حاجه من الحاجات ديت تمام مش رفاهيه قد ما هو طبيعه كده، طبيعته كده، طبيعه الراجل ان هو محتاج وقت كده يفضي فيه الكوبايه ويفصل خالص من كل حاجه، محتاج وقت اللي يطلبه يلاقيه شيء من الرفاهيه يعني. مش طول الوقت طبعا، بنتكلم في النماذج الطبيعيه العاديه. شايف معدل استجابتهم لتعلم الشطرنج والدومينو ممكن يجي منهم؟ بص، هو الست ست اللي تقدر تصاحب جوزها تبقى صديقته وتهزر معاه وتلعب معاه الحاجات اللي هو بيعملها والحاجات دي والحاجات اللي هو بيعملها ديت، اذكى ست ممكن تقابلها في حياتك. تمام، فاكيد الستات تحب تكون اذكى. فانا بقول لك مفتاح اهو، عيش الفترة الحالية دي فترة ابو الصحاب، يعني اللي هو ايه يا صاحبي مالك كده، وصاحب جزء فرصة. الا بقى الازواج اللي هو تقيل شوية وقتم شوية ما بيخرجش اصلا او بيخرج له او حاطط مسافة عشان حاسس ان هو هيبته كده ممكن تتكسر لو هزر او فتح مساحة انت عارف ان الاواد دي طبعا موجودة، لكن بيتهيألي مش هي الغالب او له مفتاح برضو يعني. يعني شوية دلع كده الدنيا هتبقى فعلا تبقى حلوه يعني. يعني يا ابو الصحاب يا الدلع يعني الابتسامه والسعاده ممكن تفتح باب قلب الراجل ولا طريق لقلب الراجل هو معدته بس؟ على حسب الراجل بقى. بس انا متهيألي يعني بواقع خبرتي، بما انك اديتني لقب ان انا انوب عن الرجاله في الفقره ديت، يعني معظم الرجاله يفضل اكتر الهزار والدم الخفيف بلاش صفحه الحوادث والنكد والحاجات دي بالذات في الايام اللي ما يعلم بها الا ربنا ديت. يعني اي من نوم لا به ولا عليه. فهي اول رئيس وزراء انجلترا جاله فيروس، يلا حصل خير معلش ومش عارف الاخبار ورا بعض، يعني هي عماله تاخدهم من السوشيال ميديا او من التلفزيون وقاعده بتكلم نفسها، صحي من النوم تديهم له في وشه على طول. فده يا جماعه حقنا للدماء، ولان الفتره دي عالم هتطول ولا مش هتطول. احنا نلم الدور شويه وخلينا في الاخبار الحلوه بالظبط، يعني ننشر الايجابيات داخليا عشان نبتدي ان احنا فعلا نكمل يومنا بسعاده، نبتدي ان احنا نقوي الوصل اللي بيننا وبين بعض. وحقنا يعني للدماء، وحقنا للدماء برضه. طيب فرصه ان طبعا اغلب الحاجات اللي بتفصل في المنازعات خلال الفتره دي قافله، وده اللي احنا شايفينه فعلا. يعني هو دلوقتي انت شايف ان احنا لازم نفتح وسيله للتواصل مع السيدات والزوجات بصوره اكبر علشان خاطر ساعتها مش هيفصل ما بيننا وما بينهم حد لو حصل خلاف ولا شايف ايه؟ انا اقول لك فكره حلوه، ممكن كل زوج في بيته يعمل في اليوم ساعه فضفضه، عشان كان في فكره معاك في البرنامج فضفضه، جلسه فضفضه، يعمل جلسه فضفضه كده. يعمل ايه بقى؟ بس بتجيب زعل بعد كده. لا، ما انا هقول لك بقى، هقول لك المفتاح ايه.
هو يقعد احكي لي ايه اللي مزعلك، ايه اللي بيضايقك، ايه اللي مش ايه اللي مخليك يعني ايه اللي انا بعمله ممكن يكون مزعلك انت. ماشي، اول ما تبدا تحكي افصل. انت اسم انت ايه يعني فن الاستماع او الاصغاء بطريقه تدي اهتمام اكتر. انت اسمع وبس، اوعى تفكر تحل ولا كلمه، اوعى الكمين ده بص تشتري مني ده كمين، اوعى رجلك تيجي فيه، انت سيبها تقول 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 وجمله واحده اللي تقولها في الاخر صدق عندك حق انا هاخد بالي بعد كده بس. يا معلم اوعى كلمه زياده وتقعد تفكر تحلل، طب ليه ده انا ما كنتش اقصد، لا ده انت فاهمه غلط، انك كذاب. طب انا لو عايز احسن الصوره القديمه اللي هي اللي خلاص، ما هو انا اوريدي كده اكتشفت مثلا ان كان في خلينا ما نضخمش الامور بس شبه شرخ ومقفول عليه مؤقتا، وانا كده فتحت الفايل بتاعه، الم الدور ازاي؟ حضرت العفريت تصرفه ازاي؟ ماشي، انا اقول لك حاجه، بص انا احنا خلينا نقول ايه، افترض ان كل حاجه هي هتقولها في جلسه الفضفضه ديت انت هتاخد منها 10% تشتغل عليه، 90% دول بتوع القناه الاولى هتبقى القناه الثانيه كمان شويه، يعني الدنيا بتتغير وعادي خالص. ماشي، اشتغل على 10%، 10% اللي هم حرجين بجد زي ما انت بتقول ممكن يكونوا بجد مسببين شرخه او في بالظبط، واقعد تفكر فيهم بينك وبين نفسك كده وغلب انك ان انت اللي غلط يعني، او غلب ان انت مش صح قوي وان انت كان ممكن تعمل حاجه احسن وخليها مبادره بينك، بادر حتى لو انت شايف نفسك صح وان هي وان هي لا مكبره الموضوع. الستات ولا شايف ان احنا زي ما قلت كده القناه الثانيه ممكن نقلب على فايل الذكريات الحلوه؟ ما احنا بس احنا الاول لازم نكون احنا زي من الاول ما نزعلش من اللي هتقول، دي اول حاجه، دي اهم حاجه عندي، ان الزوج ما ياخدش الكلام وياخده على صدره كده وايه ويزعل. لا خد عادي، انت كنت مخزنها لي، لا لا انت ما... كنت معبيه بقى، ايوه ايوه عادي، ما تدقش ما تدقش الناس لبعضيها عادي، هي احنا في ايام حظر وبتاع راجل صح، عدي العمليه ماشي. وتعالى بقى خدها من الحته دي زي ما انت قلت كده للحته بقى اللي هي ايوه الحب بقى الحب الحب والذكريات الحلوه وبتاع وعلى وتقول لك مثلا تورينا صورها مثلا قبل كده فتقول لك شوف انا كنت حلوه ازاي، لا مين ده؟ انت لسه حلوه لحد دلوقتي، انت احلى من الصور دي بكتير. ايوه اوعى تتراجع عن الموضوع ده لو حلفت على مصحف حتى، لا ازاي اوعى تتراجع، هي احلى دلوقتي كل كل شويه كل شويه بتحلو. طبعا طبعا، فانت اثبت على انها حلوه، اثبت على انها بتخس، اثبت على انها دمها خفيف جدا ومش نكديه ابدا ابدا ابدا، الدنيا هتعدي وتبقى زي الفل. هتقولي طب انا مين بقى مين يفكني انا بقى؟ مين اللي انت ما تفضفضش، انت ما ينفعش تفضفض صح كده، انت ما ينفعش تفضفض كل كلمه هتقولها هتتاخد عليك، لكن انت ممكن تعمل حاجه ثانيه. عارف ليه يا احمد؟ عشان هم بيهتموا بالتفاصيل اكتر، يعني هم بيهتموا بالتفاصيل جدا، بيهتموا بالتفاصيل واحنا ما بنفتكرش اصلا احنا فاللي انت هتقوله مش هتبقى تحكيه بحذافيره او مش هتبقى مش قله اهتمام مننا والله. يا جماعه احنا يعني احنا اصلا ما بنفتكرش بالزبط. الدنيا عندنا اسهل بكتير. أيوة. الدنيا سهل، فاحنا مش محتاجين نفضفض، احنا محتاجين بس ايه ساعه حلوه كده نضحك ساعه القلب نهزر ونفرفش كده وننبسط مش اكتر من كده. احنا عايزين الرجاله بس يفضي الكوبايه. الست عمرها ما هتفضي الكوبايه، الست عايزه تقول لها الكوبايه بتاعتك حلوه، انت تصرفاتك كلها جميله، مش عارف كله تمام، انما الراجل محتاج بس يفصل شويه هيلاقي الدنيا زي الفل. بس احمد انت كده حطيتني في جزئيه ان انا كده لازم استضيف واحده تتكلم تبقى هي سفيره الزوجات برضو تتكلم عنهم في الفقره بتاعتنا، عشان انت كده يقولوا علينا محايدين برضو. لا والله لو معاك وقت انا اقوم منوب عنهم برضو. طب ادينا كده نصيحه بقى، ايه زي ما اتكلمنا كده جبنا الزتونه او الملخص او الزبده زي ما بنقول عليها بتاع الجزئيه اللي هي تخص للزوجات، خلينا كده نتكلم عن موضوع ازاي مثلا الشباب بقى الصغير يتعامل مع بابا وماما في البيت اللي هم من دورنا كده. بص هو بقول لك ايه يا ابو حميد، ما تيجي نفتح كده نسمع كده في حد فيه معانا مكالمه؟ تعالى كده نشوف مين. مش عارف انا الان بس ماشي يلا. الو الو مين معانا؟ اهلا وسهلا. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. والله انا عايز اشتكي على الموضوع بس، والموضوع ده خانقني قوي. الله من اولها كده قول. والله يعني انا دلوقتي انا بحب اشرب شيشه جدا.
بقول لك ايه، ما تقول لي اسمك ايه الاول؟ انا اسمي حسام. حسام، اهلا وسهلا يا حسام. حبيبي يا باشا، ربنا يخليك. اتفضل. بس فدلوقتي القهاوي مقفوله وانا مش لاقي اشتري شيشه، يعني محلات برضو ايه ده الشيشه ايه ده عندها ايه ده رخيصه، ايه ده، بتتباع مليون دخلت مش عارف على الشاشه كده على طول؟ طب ما تيجي ايه. ما تبطل يا حسام طيب اليومين دول. والله ما قادر. لا بص يا حسام، اه اليومين دول الحاجة اللي هي تخص أي حاجة تتعب صدرك أو تتعب رئتك، أنت محتاج صحتك بكامل قوتك يا راجل. ده أنا قلت لك، ده أنت بقى المفروض تبعت لنا بعد كده فيديوهات على الصفحة إزاي أنت غيرت من العادة السلبية دي ونزلت بقى تتمرن وتعمل حاجة مفيدة. إيه يا حسام، ما تصحصح كده أمال، ده إحنا بنقول الشباب والقوة والحاجات الجامدة دي. شكرا يا حسام. إيه يا أبو حميد، شفت فتحت على الناس موضوع الشيشة. شيشة؟ لا، قلبت المواجع على الناس، قلبت المواجع على الناس والله. لا، خلينا نقول ان الشباب الصغير اولادنا يعني في الفترة الحالية يا جماعة يعني نخف شوية على الآباء والأمهات من الضغوط، وخصوصا على الأب، لأن الأب أنا عايز مش أقول لك متعود أصلا. الضغط المادي خف من جهة المواصلات ومن جهة الانتقالات ومن جهة فلوس الكورسات والكلام ده كله، وزاد الأكل. على التلاجة. زاد على اتسى، مش زاد عايز أقول الأكل. لك بقى الإبداع. الناس كلها بتضرب دلوقتي من الوزن، كله مشتكي بيقول لك احنا هنطلع بعد شوية نبقى. طب احنا نتصل نحجز ميزان إلكتروني بقى على طول. لا بص، هو بجد احنا خلينا نقول ان الضغوط دلوقتي الشباب الصغيرين عندهم مشكله دلوقتي، ان هو يعني ما فيش خروج، ما فيش طاقه بتتنفس يعني وكده. انما في برضه يا شباب احنا يعني انت مش هتستفيد حاجه لو بابا مسك واحد فيكم كهربه مثلا حاجه، ان احنا مش متعودين على القعده في البيت والرغي بقول الكتير لك ايه، نفسك تقول حاجه قبل ما نقوم نروح؟ انا لا طلب بصراحه، اتفضل. يعني الحلقات اللي جايه ان شاء الله نعمل لنا قعده كافيه او قهوه او حاجه كده، قعده نعوض الكابت اللي عندنا وعند الناس، ونخرج شويه نغير جو كده من اللوكيشن الجميل كده ان شاء الله، وربنا يعدي الايام دي على خير. طب ما اقول لك على حاجه، تعالى برضو ناخد براي الناس وخليهم يتواصلوا معانا خلال الايام اللي جايه على صفحات الفيسبوك وعلى الارقام اللي موجوده عندكم بتتواجد، الهاشتاجات بتاعتنا، وقولوا لنا قعدة صحاب المرة الجاية عايزينها تبقى على ايه؟ على ايه يا ابو القهوة حميد؟ ولا على تبقى على الترابيزة ولا القهوة ولا فين؟ نبقى زي ما احنا كده ولا ايه؟ ابو حميد نورت الدنيا، ربنا يخليك اتشرفت حبيبي، تسلم. بوجودك معايا النهاردة في أنا قعدة شرفت بيك صحاب، حبيبي، تسلم. وعايزينك ترشح لنا برضو ناس صحابنا كده، بحيث المرة الجاية أو اللي بعدها أو اللي بعدها نبقى معانا ناس كتير، وعايزين بعد كده نقعد على الأرض بقى يا محمد. نقعد زي ما نقعد، المهم نفضل متجمعين كده. نرحرح كده. شكرا ليكم، واتشرفت جدا بوجودكم معانا النهارده، مستني آرائكم ومقترحاتكم في اسعد قلبك مع الشاذلي.